تحية طيبة للجميع، نلقاكم متابعين عبر قناتنا طقس العالم. نقدم لكم نشرة جوية خاصة لتساقط أمطار غزيرة معتبرة مع تساقط لحبات البرد على عدة ولايات، وهذا اليوم الأحد الرابع من شهر أجوان 2023. إذا سنتعرف على الولايات والمناطق المعنية بقوة. ولاية الطارف عندنا بسكيك دجيج البجاية تيزي وزو بومردة الجزائر العاصمة، المدية عين الدفلة البوليدة البويرة برج بوعريج، ولاية سطيف ميلا قسنطينة قالمة سوق راس أم البواقي باطنة خنشلة تبسة، ولاية بسكرة ولاية المسيلة وبوسعادة الجلفة وتيارت، وايضا مناطق خميس مليانه كما قلنا سابقا. خلال الفتره المسائيه الى الليل ستكون الامطار حاضره بقوه على كل السواحل الوسطى والمناطق الشرقيه، يعني الغربيه عفوا الداخليه. مناطق عديده ستشهد امطار غزيره على غرار تلمسان عين جوشنج وهران مستغانم ولايه تشرفت باز الجزائر العاصمه، تصل ايضا الى المناطق الوسطى كبومرداس وايضا تيزي وزو بجايه سطيف برج بوعريج البويره البوليده المديه عين الدفله خمس مليانه تسمسيل معسكر غريزان الجلفه تيارت الاغواط البيض والنعامه والمشريه الى غايه عين الصفراء، وايضا السعيده وسيدي بالعباس ومعسكر وغريزان كما قلنا سابقا. كل هذه المناطق ستشهد امطار غزيره. باقي المناطق الشرقيه ستبقى تشهد تقريبا خلال الفتره الليليه بعض الامطار المتفرقه خاصه على ولايه الطارف سوق هراس وايضا تبسه وخنشله وولايه ام البواقي وقالمه. الرياح ستهب على شمال الصحراء والواحات ستكون قويه الى غايه منطقه الصوره، سرعه الرياح قد تتجاوز 50 كيلومتر في الساعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.